السلام عليكم. أنا بخليل الزوادي من تونس. انصب علي واحد تونسي جابني للمغرب على قبل اجتماعيات ديال المبعقين هنايا بحكمي انا عندي دبلوم في الانفورماتيك بيروتيك وعندي بخمسة ميدايات ذهبية وثلاثة فضية والدولة ديالي ما بتنيش حتى اهتمام، فهمت؟ نصب عبليمنا بخونا التونسي وجابني يعني وبعمل لي باب حدا مشكلة، فهمت؟ وبقيت بحل فيها المشكلة وضربت عليها بحبس متاع بسبع شهور، فهمت؟ وبهو مشاف حابلات وأمنا بقيت حابسة لهنايا. هذا السيد خليل جابت الظروف ولقتني به وشعلت قدر نتلاقاو. وهذا السيد راه سيد تونسي، نصب عليه واحد تونسي يستغل البراءة ديالو وأنه بطل ومعاق، جابوا لهنا المغرب في الطيارة ودوزوا لي في الكوسي ديالو المخدرات وتشد فيها هو بوحدو، دوز فيها سبع شهور ديال الحبس كملها وخرجوا. فاش خرجوا داو ديال الأمن لوطيل في المطار فاش جاو دابا دوز فاش كمل الحبس ديالو وجا لهنا باش ياخذ الأغراض ديالو لولاية الأمن، داوه حيت ما عنده ما ياكل ما يشرب ما والو، داوه للوطيل. الناس الكارديانات ولاد الشعب بحالنا بقاو مسكين بلا ماكله وهداك الشيء، مرض عيطوا لي على الاسعافات، داوه باش يديروا ليه سميتو الدوله الاجراءات الطبيه اللي خاصها تقام بها، لانه السيد راه ضروره كلاوي في البلد وكل شيء، عارفين الاحوال ديال هذا الوقت. دونك فاش داوه للوطيل، الوطيل اليوم في الصباح خرجوا لحوا برا. السيد جيعان ما لقي ما ياكل، فيه البرد وما عنده فين يمشي، عنده غير باسبور وراقيه صافي، والهدف ديالو الوحيد فقط هو حاليا يرجع بحاله، وفي انتظار رجع بحاله يلقى غير بلاصه فين يبرك فيها في امان وخا كاس الماء يشربو صافي غير في الامان ديالو. ودابا اللي قلت لك خاصو باش انتظار شنو نهار اثنين باش يرجع لولايه الامن ياخذ مساحه الاجانب باش يقضي الاغراض الاداريه ديالو، وتتمنوا على الله شي واحد يعاونو باش على الاقل رجعوا لبلاده في امنا سالما، يرجع للاهل ديالو والله يحاسب اللي استغل البراءه ديالو وطيبوه ديالو. كلنا تنقعوا في هاد المشاكل كاملين ونرجو من الله ان يلقى لي حل في احسن الظروف. كيفاش تلاقى مع السي خليل؟ الاولى بما انه عائله ما عرف حالهاش، باه تخدم صباغ شنو يخدم ونهار ما يخدمش، ومن بدا الكوفيد حتى واحد ما تيدخل ما عنده ما ديال، قال لي نعطيك الخدمه شاري لي حجر ديال البيل باش يبيعوا الشاي هكا، واخا رغم الاعاقه ديالو دخلوا باش يدخلوا ثبتوا كما تيقولوا. باش لوكاك قال لي غادي نجيو للمغرب باش نلقاو لك خدمه، لانك عندك الدبلوم ديال الانفورماتيك وباطال وهذا الشيء، مشيو عند الجمعيات لقاو لك شي خدمه ولا شي حاجه وتعاون بها عائلتك وكل شيء، دخل المغرب في امان الله. ولكن فاش بغاو يرجعوا قال لي راه الحدود غادي تسدوا، خاصنا نرجعوا قبل ما يبدا الكوفيد، غادي تسدوا خاصنا نرجعوا. وما راجعين غادي هو قضى الغرض ديالو في الكرسي ديال السي حسام، غيدوز فيه المخدرات والحشيش واستغلال البراءه ديال السيد والعجز ديالو والدبلومات ديالو وكل شيء، داكشي شدوه للبوليس شي تسد لاخر سلت سيد دوز فيها سبع شهور ديال الحبس بلا ما بدون موجب شرع. بالنسبه لي هو امام الله راه بريء امام الله وصافي، وتا في احوال ادى الواجب ديالو. دابا شنو اللي عندنا؟ سيد قلنا لكم بلا ماوى بلا ماكل مشرب وخاصو يرجع لبلادو، وفي انتظار رجع لبلادو على الاقل في المأوى ديالو الامن، باش حيت السيد كما قلنا لك راه حوايجو هانت القاق والبرد خاصو يدير الاحتياجات ديالو وهذاك الشيء. المأوى راه قال لك كاس الماء كافيه باش يعيش في انتظار باش يرجع لبلادو ويلقى رجع عند الاهل. والله ما داي يدير شي حاجه وما في راسيش شي حاجه، واستغل اعاقتي واستغل الشخصيه ديالو واستغل كل شيء. والله راني تعبان، والله البارح الناس تعاونوا معايا وصلوني بالسبيطار وعندي اوراق تاع السبيطار وعندي بكل شيء، والله ما داير شي حاجه.
حسب الله ونعم الوكيل فيها يا رب. طلب المحسنين يوصلوني لبلاد صافي، ما طالب والو، طالب شي مأوى نقعد فيه بأيامين بكاس الماء وصافي.